الذي انبثق خلال القمة التي عقدت في دولة الكويت في شهر مارس من العام الميلادي 2014، وتم اعتماده في القمة العربية في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس للعام الميلادي 2015. وعلى مستوى الوطن العربي نحو الريادة الحضارية للوطن العربي وتكوين مواطن متحرر من الأمية للقيام بالمهام المجتمعية المتعددة والعيش في عصر المعرفة. ويصاحب هذا الاجتماع المبارك بإذن الله افتتاح الملتقى الثاني للتعليم المستمر بحضور جميع قيادات إدارات وأقسام التعليم المستمر من جميع مناطق ومحافظات مملكتنا الغالية. فمرحبا بضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ بالشكر لصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على تكرمه برعاية هذا الملتقى، ثم الشكر لمعالي نائب الوزير الدكتور عبد الرحمن العاصمي لافتتاح هذا الملتقى بالنيابة، وكذلك الشكر لجميع المشاركين والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها، وترحيب خاص بسعادة مدير اللجنة العليا للعقد العربي الدكتورة دعاء خليفة وجميع الضيوف المشاركين في هذا الملتقى. فأهلا وسهلا بكم وعلى بركة الله. شكراً لسعادة الدكتورة، والآن نتابع عرضاً مرئياً قصيراً أيضاً يتحدث عن هذه المناسبة. ما عندنا واحد أو واحدة إلا تقرأ وتكتب وتتعلم. الجامعات كما تشوفون عندنا في كل مكان في كل منطقة، جامعة جامعتين أو ثلاثة، المدارس في كل مكان. لإقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة الزعماء، انطلق مشروع العقد العربي لهدف القضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي خلال المدة 2015 وحتى 2024. المملكة العربية السعودية أحد الأذرع التنفيذية وأنموذج رائد في محو الأمية، ومنذ أرسل مؤسس طيب الله ثراه قواعد البلاد حمل لواء العلم وبدأ رحلة محو الأمية، وكانوا ملوك المملكة من بعده خير خلف لخير سلف، حتى تضاءلت نسبة الأمية من 60% إلى أقل من 6%. واليوم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنطلق المملكة إلى مرحلة جديدة شاملة متطورة في مفهوم محو الأمية. فانتقلت من مفهوم محاربة الأمية الهجائية إلى مفهوم أوسع لمحاربة أميات مختلفة تحت مسمى جديد وفكر مختلف وبرامج متقدمة، حيث أصبح المسمى الرسمي التعليم المستمر بدلا من المسمى السابق الذي كان يختص بفئة واحدة. التعليم الآن أصبح مستمر، سواء كان يعني محو الأمية بالنسبة للغة أو محو اللغة الرقمية أو محو أمية المهارات. وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر تسير بمسارين متوازيين، مسار يختص بالشؤون النظامية والشهادات الدراسية، ومسار يختص بالشؤون غير النظامية والأنشطة اللاصفية، فحققت بذلك نجاحات تتحدث بلغة الأرقام، فبلغ عدد البرامج أكثر من 10,000 برنامج، استهدفت أكثر من 100,000 طالب وطالبة، يعلمهم أكثر من 13,000 معلم ومعلمة. تعمل الإدارة العامة للتعليم المستمر للقضاء على مختلف أنواع الأميات، ليس فقط الأمية التقليدية، فقد انتقلنا من المفهوم التقليدي لتعليم الكبار إلى مفهوم أوسع وأرحب من ذلك، وهو التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة.
فريق العمل والله الحمد في الإدارة العامة للتعليم المستمر سواء في الوزارة أو في جميع إدارات التعليم من البنين والبنات ماضون بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي نجده من حكومتنا الرشيدة ومن معالي وزير التعليم وقيادات التعليم للقضاء ولتقليص مختلف أنواع الأمنيات بكل أشكالها وألوانها. برنامج الحي المتعلم، برنامج يعمل على تنمية الأفراد عن طريق تعليمهم وتدريبهم على مهارة مهنية حياتية وتوعوية ترفع من مستواهم ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. الحملات الصيفية، حملات للتوعية ومحو الأمنية تقام كل عام فترة الإجازة الصيفية لمدة شهرين، يستهدف المواطنين الأميين المقيمين في القرى والهجر النائية بالإضافة إلى البدو الرحل، وبهدف إبراز جهود المملكة في محاربة الأمية والقضاء عليها خلال السنوات الماضية. أقيم الملتقى الأول للإدارة العامة للتعليم المستمر، وقد جمع أهل الخبرات المهنية في مجال تعليم الكبار، وقدمت فيه أوراق عمل اختصت بتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة. تستمر وزارة التعليم في محاربة الأميات لإعداد أبناء الوطن وتحسين منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية بما يليق بمكانتها وبما يتوافق مع رؤيتها 2030. أنا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. صاحب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، الكلمة التالية هي كلمة العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، يتفضل بتقديمها مديرة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية الدكتورة دعاء خليفة. الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العاصمي، الأستاذة الدكتورة تهاني بنت عبد العزيز البيزي، أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم حضراتكم تحيات وتقدير معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته بأن تجلل أعمال هذا الاجتماع من نجاح والخروج وتوصيات عملية تساهم في تعزيز الجهود الرامية للنهوض بالتعليم وتساهم في تحقيق أهداف العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار. كما يسعدني أن أرحب بالسادة المشاركين وتوجه بالشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على استضافتها الكريمة لأعمال هذا الاجتماع، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها أعمال العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار خارج مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمر الذي يعكس الدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في الجهود الرامية للقضاء على الأمية. والشكر موصول إلى الأخوة الأعزاء فريق عمل وزارة التعليم بالمملكة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال. أصحاب المعالي والسعادة، تعد الأمية العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي يستدعي ضرورة توحيد الجهود العربية بهدف القضاء على الأمية. ورغم ما تبذله دولنا العربية من جهود وما نفذته من مشروعات وبرامج وحملات وطنية طوال الفترة الماضية، فإن الأمية ما زالت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي، حيث أن الظروف السياسية التي يمر بها من نزاعات وصراعات مسلحة بالإضافة لبعض الموروثات الاجتماعية والثقافية مثل الزواج المبكر، التفكك الأسري، والوضع الاقتصادي المحلي، عمالة الأطفال، والفقر والبطالة، وظروف المعيشة وغيرها، جعلت نسبة الأمية في الوطن العربي مرشحة للزيادة نتيجة عدم التحاق قرابة 13 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.
السيدات والسادة، إن محو الأمية يحتاج من الجميع اللجوء إلى حلول غير تقليدية تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتستثمرها على النحو الأمثل. يتوجب علينا جميعا تبادل الخبرات حول هذه الحلول. نحن نعي أن لكل دولة استراتيجية وطنية للقضاء على الأمية، وقد وصلت بالفعل عدد من الدول العربية إلى الصفر الافتراضي، ولكن من الضروري ضمان عدم الارتداد إلى الأمية وتكثيف منابعها والقضاء على مسبباتها، ومن ضمنها إلزامية التعليم الأساسي للجميع ووضع الأطر القانونية والاجتماعية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع. الأخوة والأخوات، تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العربي على بذل كل جهد من أجل مواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية، وهو القضاء على الأمية. ولا يمثل التحدي العمل على محو الأمية الأبجدية والإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب فقط، ولكن يتضمن هذا التحدي العمل على محو الأمية الرقمية والثقافية وصولا إلى مجتمع المعرفة. وفي هذا الإطار اعتمدت القمة العربية المبادرة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية خلال الدورة 25 للقمة العربية التي انعقدت بدولة الكويت عام 2014، إعلان العقد الحالي عقدا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك من خلال اعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص على هذه الظاهرة خلال 10 سنوات من عام 2015 حتى 2024. وقامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع شركائها من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني بعقد 5 اجتماعات للجنة التنسيق العليا للعقد العربي المحو الأمية. وها نحن هذا من اليوم لعقد الاجتماع 6 باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية للعمل على وضع أهداف العقد العربي المحو الأمية موضع التنفيذ. وإدراكا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدور الإعلام وأهميته في رفع وعي المواطن العربي ليصبح متفاعلا مع القضايا التنموية والمجتمعية المختلفة، فقد أعدت خطة إعلامية وخطة تنفيذية تستخدم كافة وسائل الإعلام وأجهزة الإعلام من أجل التوعية والتنظيم وحشد الطاقات لمواجهة مشكلة الأمية وزيادة معدلات القرائية في المناطق الحضرية والريفية والنائية من خلال استخدام الوسائل التقليدية بالإضافة إلى أدوات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات المبتكرة لإتاحة فرص التعليم المستمر مدى الحياة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 وهدف العقد العربي المحو الأمية وتعليم الكبار. كما تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون مع شركائها على إطلاق الموقع الإلكتروني للعقد العربي المحو الأمية، والذي سيكون منصة تفاعلية تتضمن الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإضافة للمنظمات العربية والإقليمية العاملة في هذا المجال. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، لم تقفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أبناء الوطن العربي الذين تضرروا من الأزمات والنزاعات المسلحة، وذلك من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية، المنظمة الكشفية العربية، ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار أسبك بسرس الليان، بحيث يتم استدعاء بعض القادة الكشفيين من أماكن النزوح وتدريبهم ومنحهم شهادات اجتياز دورات متخصصة في محو الأمية بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي والهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية، ليكونوا مؤهلين لتعليم وتدريب زملائهم من القادة الكشفيين في أماكن النزوح، ويقوموا بدورهم بتولي مسؤولية محو أمية اللاجئين والنازحين العرب في أماكن النزوح ومعسكرات اللجوء في الوطن العربي. وبناء على مذكرة التفاهم، قد أطلقت الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع شركائها أعمال الدورة التدريبية تحت عنوان تنمية كفايات مدربي تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين في الأماكن المستقرة بالدول العربية، والتي انعقدت خلال الفترة من 19-23 أغسطس عام 2019 بمركز اليونسكو الإقليمي أسفك ومحافظة المنوفية.
شارك بالورشة التدريبية 25 متدربا يمثلون 6 دول عربية تعاني مشكلات النزوح واللجوء، بهدف الحصول على البرنامج التدريبي الذي سيمكنهم من تدريب زملائهم الكشفيين في الأماكن المستهدفة. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، في نهاية كلمتي أؤكد تجديد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعوتها إلى الدول العربية كافة والمنظمات الإقليمية والدولية للتعاون المشترك لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الأمية في الوطن العربي، وأدعوكم إلى بذل المزيد من العمل الدؤوب وتضافر كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة الدكتورة دعاء خليفة مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية. الحديث الآن لمعالي نائب وزير التعليم معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، فليتفضل موافقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة المشرف على وكالة البرامج التعليمية، سعادة مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية الدكتورة دعاء خليفة، الإخوة الزملاء الأشقاء، قادة التعليم المستمر في بلداننا العربية، أيها الزملاء، الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم افتتاح فعاليات الاجتماع السادس للجنة العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، والملتقى الثاني للتعليم المستمر المصاحب. نيابة عن أخي وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مرحبا بكم ضيوفا أعزاء في رحاب وطنكم الثاني المملكة العربية السعودية، فأهلا وسهلا بكم جميعا. وأؤكد كذلك أن أعرب عن شكري وتقديري للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على جهودها البناءة ومساعيها الحديثة لتعديل أواصر التعاون بين الدول العربية في المجالات الثقافية والتعليمية، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعا لتحقيق أهداف هذا الاجتماع والملتقى العلمي المصاحب له بما يعود بالنفع على أمتنا العربية ويسهم في دعم جهودها المبذولة لمواجهة مشكلة الأمية وتعزيز الوعي بأهمية التعليم المستمر ودوره في تنمية مواردنا البشرية وتمكينها في سياق تعليم نوعي مستدام مدى الحياة. أيها الحضور، لقد بذلت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها إلى اليوم جهودا كبيرة لمواجهة مشكلة الأمية بأساليب متنوعة، وكان ذلك مدفوعا بدعم غير محدود من لدن قيادتها الرشيدة التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها باعتباره حجر الأساس في نهضة المملكة وازدهارها. وقد اتخذت وزارة التعليم في سبيل ذلك عددا من الخطوات الإجرائية ووضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي آتت ثمارها في هذا المجال بحمد الله، حيث انخفضت نسبة الأمية في المملكة على نحو مضطرب لتصبح اليوم واحدة من أقل النسب على المستويين العربي والإقليمي. كما أدركت الوزارة أن السياق العالمي الجديد وما فيه من تطورات متسارعة يحتم النظر إلى مشكلة الأمية وفق منظور جديد يراعي المتغيرات العالمية، فتحولت من التركيز على الأمية لمعناها الضيق المرتبط بعدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة إلى مفهوم نوعي أكثر شمولية يركز على التعليم المستمر وتعديد مفاهيم التعلم مدى الحياة
ومحو الأمية الرقمية بالتوازي مع إعداد أبناء هذا الوطن لمهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة. وقد تجسد ذلك بعدد من المبادرات والمشاريع تأتي في طليعتها مبادرة التعلم مدى الحياة استدامة التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وتركز على تعزيز ممارسات التعلم مدى الحياة وتمكين الأفراد من الاستفادة من فرص التعليم والتدريب المتنوعة والوصول إلى مصادر المعلومات وتأهيلهم ليكون مواطنين فاعلين قادرين على المساهمة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في عهدها الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله اللذين ينظران إلى التعليم بوصفه الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المسلح بالعلم والمعرفة والقادر على تحمل مسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه والمشاركة في مسيرة المملكة التنموية المباركة. أيها الحضور، إننا جميعاً نعي وندرك أهمية التعليم ودوره في تحقيق رؤانا وتطلعاتنا المستقبلية، مثلما ندرك حجم مشكلة الأمية ودورها في عرقلة وتأخير مفاعيل التنموية في كافة أرجاء وطننا العربي الكبير. ولعل اجتماعنا اليوم يمثل فرصة هامة للتعاون وتبادل التجارب والخبرات فيما بيننا، للتباحث في الوضع الراهن لبرامج محو الأمية والتعليم المستمر، ومحاولة استشراف آفاق المستقبل لتطوير هذه البرامج ورفع جودتها لتواكب متطلبات التنمية. وإن الآمال لتحدون جميعا أن تؤتي هذه الجهود المتضافرة ثمارها وأن تسفر عن تحقيق الهدف الطموح لمشروع العقد العربي لمحو الأمية ممثلا بخفض نسبة الأمية في الدول العربية بكافة أشكالها الأبجدية والرقمية والتقنية والحضارية. وأخيرا لا يسعني إلا أن أتقدم بجدير الشكر والعرفان لزملائي في وكالة البرامج التعليمية وفي الإدارة العامة للتعليم المستمر على جهودهم الحديثة في تنظيم هذا الاجتماع والمنتقى المصاحب له، مثمنا لكم جميعا حضوركم ومشاركاتكم القيمة التي آمل أن تسهم في إثراء هذا الملتقى بما يضفي تميزه وتحقيقه للأهداف التي يقيم من أجلها. أجدد الترحيب بكم ضيوفا أعزاء، لكم طيب الإقامة في وطنكم الثاني، سائلا الله تعالى لوطننا العربي كل تقدم وازدهار بجهود أبنائه المخلصين. وعلى الله الاعتماد والتوكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم معالي النائب، ونستأذنك معالي النائب أن تتفضل بتقديم بعض الهدايا التذكارية لمشاركنا في هذا المنتدى. شكرا لك على هذه الكلمة الضافية، والآن أيها الإخوة، أسماء الذين سيستلموا بعض الهدايا التذكارية بهذه المناسبة: سعادة الدكتورة دعاء فؤاد خليفة، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في جامعة الدول العربية. سعادة الأستاذ وليد عثمان، منسق مشروع العقد العربي لمحو الأمية والتعليم الكبار في جامعة الدول العربية. شركة الأنيسون، الأستاذ محمد أبو حيدر، شركة الأنيسون. شركة
شركة مجموعة الحصان للتعليم والتدريب الأستاذ رشيد عبد العزيز الحصان. أستاذ رشيد عبد العزيز الحصان أو من يريبه. مؤسسة عبد الله بن إبراهيم السبيعي الخيرية. مؤسسة عبد الله بن إبراهيم السبيعي الخيرية. الأستاذة سهى أبو بشيت. الأستاذة سهى أبو بشيت. وتبقى في فقرة هذا الحفل الافتتاحي صور تذكارية لكم جميعا، وأيضا نزيل لكم التحية والترحيب مجددا، شاكرين لكم حضوركم هذه الجلسة الأولى في هذا الملتقى. شكرا لكم معالي النائب، شكرا لكم أصحاب السعادة، شكرا للأخوة والأخوات الذين حضروا هذه الجلسة، ونلتقي إن شاء الله. طبعا يستأنف الملتقى جلساته وحواراته. إذن هنا أيضا أعضاء الوفد ورأس الوفود أيضا تفضلوا للانضمام للتصوير للصورة التذكارية. عفوا لم تكن المعلومة عندي سابقة، أعتذر من الإخوة وأدعوهم الآن أن يتفضلوا لالتقاط الصور التذكارية. حضورهم وهذه المناسبة التي جمعتهم تستحق أن تبقى تذكارا خالدا، فأهلا بهم جميعا. والآن تلتقط هذه الصور. شكرا لكم معالي النائب، شكرا ونلتقي ان شاء الله.